خلال الساعات الأولى من اليوم اهتزت العاصمة العراقية بغداد على وقع تفجيرين تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية. الانفجار الأول استهدف منطقة مكتظة في حي الكرادة، حيث انفجرت سيارة مفخخة قرب مطعم شعبي ومجمع تجاري للملابس، ما أدى إلى مقتل 21 شخصا على الأقل وإصابة 45 آخرين. أما التفجير الثاني فقد وقع بعد وقت وجيز من التفجير الأول، بعد انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي في منطقة الشعب في شمالي بغداد، أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين. تأتي هذه التفجيرات في الوقت الذي تعج فيه أحياء العاصمة العراقية بالمتسوقين استعدادا لعيد الفطر، كما تأتي أيضا بعد أيام فقط من تحرير مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم داعش.